صباح الخير، كيف حالكم؟ لابد أن كنا تشعرن بالبرد. ترى إلى أين سنذهب اليوم؟ صباح الخير، هل نمت جيداً ليلة البارحة؟ الفراش مريح، شكراً لك. الطقس بارد اليوم، أظن أن سقوط الثلج بات وشيكاً. انظري، قمة الجبل مغطاة بالثلوج. فعلاً. تذكرت، ما هي حال الرجل العجوز الآن؟ العم فيتاليس، إنه بخير. الحمد لله. عندما أتيت لتسأليني إن كان في إمكانكم قضاء الليل هنا، لاحظت أن صحته ليست على ما يرام. حسناً يا ابنتي، مري علي قبل أن تغادري البيت، سأعطيك بعض الأرغفة. شكراً لك. لقد خبزتها هذا الصباح، ولا بأس أن تتزودوا بالقليل منها في رحلتكم. عم فيتاليس. أهلاً، منذ متى استيقظت يا ريمي؟ هل تشكو من شيء؟ هل صحتك بخير؟ ها؟ أنا بخير؟ لماذا تسألينني؟ لم أشعر بالصحة والعافية كما أشعر بها اليوم. الحمد لله. جوليكور، أما زلت نائما؟ هيا استيقظ. أصبت بالزكام؟ لقد ولد جوليكور في منطقة مناخها دافئ، لذلك لا يحب البرد. فهمت. مشاهدتنا. أعتقد أن الطقس البارد يجعلهم لا يهتمون بعرضنا. هذا صحيح. لنتوقف الآن ونبحث عن مأوى لنا. وهل لدينا مال؟ لا تخافي، لدينا ما يكفي هذه الليلة يا ابنتي. هذا قرد. ولكن كيف وصل إلى هنا؟ هل أنت التي علمت القرد أن يفعل هكذا؟ هذا صحيح، جوليكور هو نجم فرقة فيتاليس الفنية، ولدينا المزيد من النجوم. وماذا يفعلون؟ حسناً، هل تريننا شيئاً؟ بكل سرور. جوليكور، هيا أرهم ما تستطيع. هذا رائع. جوليكور، أحسنت، لقد أنقذتنا. جوليكور، جوليكور،
جولي كور، هل أنت بخير جولي كور؟ فيتاليس، كيف حاله الآن؟ ليست جيدة. ماذا سنفعل؟ جوجو، ماذا تريد؟ تظن أنه سيشفى يا عم فيتاليس؟ أظن أن أحد عظامه مكسور وهو محموم أيضا. جولي كور، جولي كور، لا أحب أن أراك هكذا. أيها الربان، يؤدي دوره على رغم آلامه. ماذا سنفعل؟ لا نستطيع أن نفعل شيئا، يجب أن يراه الطبيب، وإلا فستزداد حاله سوءا. سليكور. طبيب بيطري؟ ليس لدينا طبيب بيطري في هذه البلدة، ولا حتى طبيب بشري. أين أجد أقرب عيادة بيطرية؟ ستجد عيادة في كارما، لكن الطريق إليها بعيدة جدا، وأظن أن الثلج قد غطاها. ريمي، سنغادر الآن. حسنا، انتظر لحظة. ها؟ إلى أين؟ الذهاب إليها صعب. ولماذا يا سيدي؟ لقد سببت العاصفة انهيارا ترابيا منذ أيام، وقد لا تجد طريق البلدة. أليس للبلدة طريق أخرى؟ هناك طريق فرعية تمر من قمة الجبل، لكنك لن تستطيع اجتيازها. قمة الجبل؟ تعرف مدى خطورة اجتياز هذه القمة، ولا سيما في الشتاء. أنصحك ألا تفكر في مثل هذه المغامرة. أمفيتاليس، جولي كور يحتاج إلى طبيب لمعالجته، أليس كذلك؟ إنه يتألم، يجب أن نصل إلى الطبيب. لكن الطريق صعبة. أنا أستطيع أن أعبر تلك القمة، ولن أتوقف إلا عند الطبيب. هيا بنا، أرجوك هيا. أمفيتاليس، إنها الطريقة الوحيدة لمعالجة جولي كور. هيا يا أمفيتاليس، هيا. الآن بدأنا طريق القمة،
ابقي قريبة مني، لا تبتعدي يا ابنتي. حاضر. ريمي، هل أنت بخير؟ أجل. ريمي! ريمي! هل أنت بخير؟ أنا آسفة. ريمي، عليك الانتباه. لن أسامح نفسي إن أصابك أي مكروه. أمي. بدأ سقوط الثلج. هل سيسقط بغزارة؟ أظن ذلك. يجب أن نسرع قبل أن يتراكم. هذا صحيح، وإلا فلن يكون لدينا فرصة لمعالجة جوليكور. جوليكور، دعنا نسرع يا عم في تألس. أسرعي! حاضر! عمي تالس! عمي تالس! عمي تالس! ماذا سأفعل؟ كابي! راموس! جوجو! أين أنتم جميعا؟ كنتما تبحثان عني. راموس، جوجو، هيا خذاني إلى الأمفيتاليس. ريمي! ريمي! كابي، أنا بخير. أمفيتاليس! أمفيتاليس، أين؟ ريمي! ريمي! أنا هنا! هنا! ريمي! ريمي! هل أنت بخير الآن؟ أجل. هذا جيد. قطعنا مسافة كبيرة. الحمد لله. سنبحث عن مكان نأوي إليه ريثما تنتهي هذه العاصفة. حسنا. جوليكور، كيف حالك الآن؟ سنصل إلى الطبيب قريبا، ولكن أرجو أن تستطيع الصبر حتى تتوقف العاصفة. هيا بنا، نستطيع أن نتابع. حاضر.
ما الأمر يا كابي؟ ها؟ ما هذا الصوت؟ إنه ذئب. ذئب؟ ريمي احرصي على تدفئة جوليكور. حاضر. فيتاليس، زال الخطر أخيرا يا ريمي، لقد كنت شجاعة. راموس وجوجو، ماتا. جوجو، راموس. فقط لا تخافي، خذيه. إنه بارد، ماذا سنفعل؟ جسمه لا يحتمل. ولكنه لا يزال يتنفس جيدا. هيا بنا، لن نتمكن من إنقاذه، أخشى أن يموت. بل سنصل، جوجو وراموس قتلا من أجل إنقاذ البقية، لذلك يجب أن نواصل السير. يجب أن نسرع، هيا بنا. جوجو، راموس. آسفة، آسفة. جوليكور يجب أن يعافى، لن أدعه يموت.
لن أدعه يموت مهما حدث. بعد مشقة كبيرة نتمكن من الوصول إلى الطبيب وتتحسن صحة جوليكور، لكن العم فيتاليس يصاب بالمرض الشديد ويشعر أنه لن يستطيع مواصلة المسير. هل سينجو العم فيتاليس؟ سنعرف ذلك في الحلقة القادمة.